ما عملناش تنبيه في المقابله مع اللي صاب ممكن شويه بعض الامور مع الهدف. من بعد نتصور ان الشخص خلاف زمام الامور شفته معناتها ديجا ميتون كان نلعب في الشتر هناك عديد الفرص معناتها ما جاش معهمش. ان شاء الله يا ربي نهار الجمعه تقدر تربي ان شاء الله نتدارك في الملعب ان شاء الله نتعدى الدور الرسمي ان شاء الله. كان شوت بشوت ولا شوت كان صلاح عند الفتح يظل سجلوا هدف وعرف كيف يحافظ على الشوط. الشوط الثاني عملنا كل شيء الحقيقة ما سجلناش لزمنا نبقاو في سنتريف اللي مازال ثما ماتش في تونس. الماتش هذاك يظل فيه كل شيء بقوة ربي مش نلعب 100% غادي ان شاء الله بقوة ربي الواحد كان فيه تصميم غادي ان شاء الله. كنت ما عملناش دخل باهي في المقابلة سيتو الشوط الأول ما كناش كما يلزم الحقيقة كما العادة. الشوط الثاني داركنا شفتوا معناتها صدر الدار الكلية لنا عديد الفرص ما جسمناهمش. إن شاء الله كما قلت إن شاء الله تقدر تربي النادي الشخصي قادر إن شاء الله على تدارك الملعب ومن الجماهير تقدر تربي نتعداو الدور. اسم الكامل لو سمحت. محمود بن صالح. شكرا بارك الله فيك.